هذا المنزل مبني قبل 67. أنا ولدت فيه قبل 60 عام، ولذلك ما زالت رائحة والدتي في هذا المنزل. بعد ما تزوجت اضطريت أني يعني، وخاصة أصبح عندي أطفال وأولاد، أني أوسع البيت وأكبره شوي، وتوجهت للبلدية عدة مرات وأطالب بترخيص أو السماح بتوسعة المنزل، لكن كان دائما في رفض. وفي بعد ما كبروا الأولاد أصبحت بحاجة، خاصة أنه بدهم يتزوجوا، ولعلمي أنه في هناك سياسة تطهير عرقي وطردنا وعدم إعطاء تراخيص لدفعنا ودفع الأجيال يعني الأزواج الشابة للعيش خارج القدس. وبعد عدم تمكني من إصدار تراخيص من البلدية وادعاها أنه هذه المنطقة كل البستان هو جزء من حديقة تلمودية ومخططات إسرائيلية في البلدية في هذه المنطقة معروفة، وأنه هذه المنطقة يجب أن تكون حديقة توراتية، فاضطريت أني أزيد بناء بسيط حوالي 20 متر من هذه الجهة و20 متر من الجهة الخلفية، وزوج فيهم أولادي. الآن 10 أولاد، يعني 10 أنفار عايشين فيها بالإضافة إلي ولزوجتي. ولكن المهددة الآن بشكل آني هذه القسم اللي استلمت يوم الخميس أمر هدم، وأيضا دعوة للمثول أمام المحققين للتحقيق. أصبح الآن هذا الأمر طبعا يعني مهدد بالهدم. وأصلا سابقا عندما قمت بالبناء لنفس الأسباب للتوسعة بالنسبة لأولادي في هذه المنطقة تم هدمه. فوض علي أكثر من يعني حتى الآن صرت دافع أكثر من 480 ألف شكل كمخالفات، مما يسمى بمخالفات البناء الغير قانوني حسب زعم وصف البلدية. الآن المقصود أولا هناك أمرين، يعني المضبوط البلدية وحكومة الإسرائيلية. الأمر العام وهو هدم كل منازل البستان لأنه بدها تقيم فيه مشاريع تهويدية واستيطانية وطردنا وإبعادنا، والأمر الخاص الأمر الكيدي المقصود فيه أنا يعني، وهي دائما ما تحارب كل النشطاء وكل من يقومون بفضح ممارسات الاحتلال ومخططات الاحتلال التهويدية والاستيطانية من داخل الأقصى أو في محيط الأقصى. ولذلك أراد الاحتلال أيضا توصيل رسالة ولي ذراعي أو إسكاتي طبعا، وهو جزء من محاولة معاقبة كل النشطاء، كل من يعني يقفون في وجه الاحتلال وممارساته وسياساته واعتداءاته على القدس وعلى المقدسات وعلى الإنسان المقدسي. ولذلك شعرت في الفترة الأخيرة هناك ضغط ومحاولة يعني ربما إبعادنا أو إسكاتنا أو يعني عدم ربما الاعتراض على مشاريع الاحتلال التهودية، وأظن جزء من هذه يعني العقوبة الجماعية. ولذلك أتوقع أنه سيكون هناك تسريع في إجراءات الهدم للمنزل، وخاصة يعني ربما عندي غدا هناك جلسة مع البلدية قسم التحقيق، سيطلبون مني طبعا ربما سيعطيني مهلة بسيطة الهدم الذاتي، وأنا من لا أرفض بشكل قطعي الهدم الذاتي ولا أقبل ذلك. أولا أنه لن أسهل على بلدية الاحتلال واجعل منازلنا لقمة سائغة بيد الاحتلال، ثانيا هذه أراضينا وهذه منازلنا، والبلدية التي ترفض إعطانا ترخيص في الوقت الذي تسمح للمستوطنين وبالبناء والتوسع وتسمين المستوطنات، وهناك سياسة عنصرية ومحاولة تصفية وجودنا في محيط المسجد الأقصى والقدس، وخاصة حي البستان من أقرب الأحياء ومن خطوط الدفاع الأولى عن المسجد الأقصى المبارك. ولذلك لن أقبل بالهدم الذاتي، وأظن أن البلدية ستغربني أيضا مخالفة جديدة، وستقوم هي بهدم المنزل ربما كل المنزل الآن ليس فقط القسم الجديد، وسنبقى يعني هنا لأنه الهدف هو ترحيلنا وطردنا. وإن قامت بالهدم إما سيقوم ببناء بسيط أو ببناء خيمة، لكن في النهاية لن أعطي الاحتلال الهدف الذي تريده من الهدم. أولا هدم المنازل وطردنا، ثانيا إسكاتنا وعدم يعني الوقوف أمام اعتداءات وتعديات الاحتلال إن كان على المسجد الأقصى أو على المنازل أو على القدس بشكل عام. ولذلك الهدف هو يعني أنا مستهدف بشكل شخصي كباقي النشطاء، كل من يقوم أو بالوقوف أمام الاحتلال ومشاريع الاحتلال التصفوية والتهويدية. دائما الاحتلال هناك كثير من العقوبات إما بإبعاد عن المسجد الأقصى أو بهدم المنازل أو بالاعتقالات وكل ما تقوم به ضد النشطاء، وأظن هذه يعني ستكون عقوبة كيدية خاصة، وهذا جزء من معاناتنا، جزء من حياتنا، وجزء أيضا من صمودنا وتحدينا لسياسات الاحتلال وللاحتلال بشكل خاصة الذي يريد تصفية وجودنا وتهجيرنا وطردنا وإبعادنا عن المسجد الأقصى وهو في عين العاصفة وعن المناطق المحيطة
وخاصة أنه حي البستان أحد يعني أحد الدروع التي تحمي المسجد الأقصى والبلد القديم وهوية هذه المدينة العربية والإسلامية.